لكن كمان احنا محبي النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي منتظره بفارغ الصبر طبعا مباراه السوبر المصري ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. مباراه كبيره، بطوله من مباراه واحده، اعتدنا النادي الاهلي ان شاء الله يكون بطل هذه البطوله او يحصد هذا الكاس، وان شاء الله باذن الله نتمنى اولا ان المباراه تخرج في اطار فني يليق بمستوى وباسم ناديين كبار النادي الاهلي والنادي الزمالك. ده بيعكس طبعا بيعكس شكل الكره المصريه، ما فيش شك قطبي الكره المصريه الاهلي والزمالك لما بيلعبوا مع بعض في ارض الامارات العزيزه. كمان في يعني هذه المباراه مع احتفاليه كبيره جدا هنا في مصر بالعلاقات المصريه الاماراتيه، 50 سنة من العلاقات على جميع المستويات وخاصة على مستوى قطاع كرة القدم والرياضة بشكل عام. مباراة كلنا ننتظر إن شاء الله أنها تخرج زي ما بقول لحضراتكم الأهم من وجهة نظري من النتيجة. طبعا كلنا نتمنى النادي الأهلي وبإذن الله النادي الأهلي يحقق هذا الكأس وهذه البطولة، لكن الصورة تخرج بالشكل اللي يليق باسم الكرة المصرية باسم كبير زي النادي الأهلي ونادي الزمالك، وكل الناس منتظرة، يعني كل الناس موجودة في الإمارات تنتظر هذه المباراة. استاد على أعلى مستوى، استعدادات على أعلى مستوى من حيث التنظيم. إحنا خلاص عارفين التنظيم دايما على مستوى الإمارات بيكون تنظيم على أعلى مستوى، إذا كان طبعا من ناحية حتى على مستوى التصوير الفني، على مستوى الملعب، على مستوى المدرجات، على مستوى دخول وخروج الجماهير، كله بيكون على أعلى مستوى. وإن شاء الله كمان يكون النادي الأهلي اللي قدام حضراتكم يعني كمان يكون في أعلى مستوياته وأعلى تركيزه من النواحي البدنية والذهنية. طبعا وجود معظم مجلس إدارة النادي الأهلي وكمان كابتن محمود الخطيب متواجد لمساندة الفريق بشكل كامل كعادة مجلس إدارة النادي الأهلي دايما وراء فرقته. كواليس يعني التدريبات خلاص دي تقريبا نهاية أو آخر تدريب بالنسبة للنادي الأهلي، الرتوش الأخيرة والكل مستعد. ما بتكلمش على 11 لعيب، بتكلم على كل بعثة النادي الأهلي الموجودة من لاعبين إداريين فنيين، كلنا مستعدين بكرة وبيستعدوا بشكل كامل لهذه المباراة. مباراة لها طبع خاص ما فيش شك، حتى الكابتن سيد عبد الحفيظ كمان بيساعد الناس إن احنا يحطوا الشبك ويحطوا وينظموا الوحدة التدريبية. كابتن سيد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي كمان بيشارك في الاستعدادات لفرقتنا للوصول إن شاء الله بإذن الله لهذه البطولة. كولر اللي قدام حضراتكم كمان بيستعد بشكل خاص، يمكن استعد على المستوى البدني على المستوى الفني، وكمان هتكلم مع حضراتكم في 3-4 نقط بالنسبة للمؤتمر الصحفي أهم النقاط اللي اتكلم عليها كولر في المؤتمر الصحفي. الحقيقة المدرب يعني كل الناس بتحترمه بشكل كبير جدا، عنده التزام واضح، اللعيبة ملتزمة بشكل كبير جدا سواء داخل الملعب أو خارج الملعب، كنترول أكتر من رائع على غرفة الملابس. لعيبة ياسر إبراهيم منتظر فرصة عشان يرجع ويحط رجله في الملعب، وده سمة النادي الأهلي. ما عندناش لعيب احتياطي ولعيب أساسي، عندنا فريق مكون من 25 أو 30 لاعب. حمدي فتحي يعني رغم غيابه لكن ظهر بصورة جيدة الماتشين اللي فاتوا. كل اللعيبة، سابيو طبعا بيقدم يعني مستويات رائعة وبيقدم كرة جميلة وإضافة قوية للنادي الأهلي. طاهر محمد طاهر رغم غيابه المباراة اللي فاتت لكن بيتواجد. كل اللعيبة بصراحة مش عايز أنسى حد لأن احنا بنتكلم كمجموعة. النادي الأهلي دايما فريق يعني ما مش عايزين نقول النجم الأوحد، لا، فريق بيلعب كرة محترمة، فريق بيأدي بشكل جماعي. بيرسي تاو انضم وكان اشتراكه في مباراة أسوان كمان مكسب أكيد لخط هجوم النادي الأهلي. فكل التوفيق لفرقتنا اللي بتستعد بشكل أكتر من رائع. زي ما بقول لحضراتكم مباراة بطولة، مباراة واحدة، إذا انتهت المباراة بالتعادل خلال الوقت الأصلي بيضاف إليها وقت إضافي من نص ساعة بعديها ضربات الجزاء. عايز أخد من حضراتكم بس دقيقتين لحاجات مهمة جدا قالها كولر في المؤتمر الصحفي. يمكن إحنا هنا بعد مباراة أسوان تحديدا اتكلمنا على نقطة محددة جدا يمكن هو قالها في المؤتمر الصحفي. هو اتكلم على نقطة مهمة وهو الأداء.